كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بعت تهنئة طبعا لكل جمهور النادي الأهلي. طيب بما أن الموضوع أو بيان الكابتن محمود النهاردة زي ما حضراتكم شايفينه على الهواء مباشرة، كابتن محمود الخطيب يهنئ لاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي ويطالبهم بالمزيد لإسعاد جماهيرهم الوفية. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي عقب الفوز على بطل أمريكا الشمالية والتأهل إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل. أشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان. وقال الكابتن محمود ان ثقته في لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني بلا حدود، وان ما تحقق خلال المباريات السابقه يزيد من مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات، وان ما تبقى من مراحل البطوله يحتاج الى مضاعفه الجهد والمزيد من التركيز للوصول الى ابعد نقطه في مونديال الانديه. الحقيقه وبما اني بتكلم عن كابتن محمود الحقيقه عايز اقول لكم برضو، لانه انا كابتن جالي وجال حضرتك اكيد وجال شايف انا مكتوب على السوشيال ميديا وناس كتيره بتسال كابتن محمود ما بانش النهارده، كابتن محمود الخطيب ما بانش النهارده. عايز اقول لحضراتكم ان كابتن الخطيب النهارده الصبح الحقيقه انت عارف درجه الحراره بره برد جدا والاوتيل مشغلين كلهم التكييفات السخنه، عشان كده اللعيبه حتى مش بتحاول ما تقفل موضوع التكييفات ده. فكابتن محمود الحقيقه شويه برد ورشح النهارده الصبح جاله شويه برد كده فما راحش المباراه، ولكن الحمد لله اموره زي الفل وهو راجل يعني الحمد لله والشكر لله وزي الفل، وان شاء الله من بكره يكون مع الفرقه في التمرين وكل حاجه. ولكن هو النهارده الحقيقه يعني ما حبش او يعني التعب ما خلاهوش يروح، لكن ان شاء الله من بكره وبعد المباراه اللعيبه كلها هنته وراحت له وهنته وكل حاجه. لكن انا بس حبيت ان انا اقول الكابتن عنده شويه برد يا جماعه يعني عادي علاج الجو برد جدا يعني يا جماعه جدا يعني. وان شاء الله الف سلامه على الكابتن محمود وان شاء الله يكون متواجد طبيعي مع الفرقه. هو دايما بيحضر التدريبات وبيحضر الاجتماعات ودايما متواجد وسط اللعيبه، ده شيء مهم جدا.